الحمد لله، فعلا كان هناك تأييد كبير لموقف المملكة وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة في تعرضهم أو تعرض السفن في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة لهجوم، وكذلك الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مؤخرا محطات أنابيب في وسط المملكة العربية السعودية. مثل ما ذكرت، التأييد كبير من الدول العربية وكذلك من دول مجلس التعاون،